ده مشبك خشب بتاع شغل. انت عملت ايه؟ بقول لكم ايه، العمر واحد والرب واحد. صباح الفل الاول، الحياه بتتعاش مره واحده، يا تعيشها كده يا تعيشها كده، وانا قررت اعيشها كده، علشان كده قرار النهارده مفيش فيه رجوع. تعالى صباح الفل عليكم. صباح الفل. هي خلاص طلبت معايا وخلاص، وبص هنفذها. فكره النهارده محتاجه قلب جري. كل يوم بنطلع ناكل ونشرب، والروتين بتاعنا بيتكرر هو نفس كل يوم، واليوم بتاعنا بيتكرر هو نفس يوم بتاع كل يوم. علشان كده النهارده انا جايلك بيوم مختلف خالص. شايف كل الحمام اللي في الثلاجات قدامك ده؟ طبعا الحمام ده ما بيعرفش يخرج، طبعا الحمام ده الحمام اللي في البرج هو اللي عمال بيضايق فيه، وهو اللي بينزل عندهم هنا. علشان كده النهارده انا هعمل حاجه لطيفه خفيفه كده معاك مع بعض، ممكن بعدها ما نشوفش الحمام ده تاني. الحقونا بجد. شايف دول يا صديقي؟ دول ايه؟ دول مشابك. تعال اقول لك بتستفاد بيهم ازاي. لو اي حد فاكر ان دول نشيل الهدوم بس فانت غلطان. المشابك دول ممكن تعمل بهم حاجه حلوه قوي، بمعنى انك ممكن تعمل دي كده. بكل بساطة ممسكش كده، ده مشبك كبير مش بتاع شغل، ده منظر بس، ده مشبك خشب بتاع شغل. ادي اول واحد. تاني مشبك بقى ممكن تعمل بيه، بص ممكن تعمل بيه كده بقى. ادي تاني حاجة. تالت مشبك معاك كمان، انت اتعودت بقى خلاص، بقيت عارف شغلانة المشابك ايه. ادي تالت واحدة اهي. لواحة معدتك اهي، لواحة من اللي عمرها ما خرجت ولا شافت أي حاجة، ولكن هي النهاردة أنا صاحي النهاردة مش نواها على خير يعني. مش ناوي خير. انا خلص النهارده. ده رابع واحد زي ما انت شايف. انت شايف اللي انا شايفه؟ ولا لا 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 لا. انت عملت ايه يا اختي؟ انت جاي تعملي في يوم انا مش راجع في كلامي، انا مش هرجع في كلامي، انا هكمل خلاص. انت بتعمل لا اله الا الله. شوف بقى يعني اليوم اللي انت بتكرر خلاص، انت هتموت قلبك من الحاجات دي وهتفتح عليهم كلهم. بسم الله ما شاء الله. الجزء اللي بقاله 200 سنه ما بيبيضش جاي بيبيض في اليوم اللي انا بفتح فيه على الحمام. انا هكمل، مفيش رجوع، احنا مع بعض للاخر. خلاص يا ست ربنا يبارك لك، ولو ليك نصيب تكملي معانا هتكملي. مش هقدر اقول لك اكتر من كده. خلاص بقى بوزك بيوجع قلبي. بس بقى وليها بقى. خش نكمل في شغلانه المشابك، ما تشغلش بالك باي حاجه. اوعى خلي قلبك رايف. حمامه باضت، حمامه عملت، كل ده ما ياثرش فيه. انت طالما طلع واخد قرار زي ده يبقى لازم تموت قلبك من كل حاجه. تعالى لسه فين الباقيين؟ يلا عليا وعلى اعدائي اهو. هات لي يا ابني بقيه الحمام يا ابني. لواحم تاني، هات لي اللواحم تاني. انا بقيه الحمام. محدش يقول الراجل ده حصل له حاجه. لسه حد تاني؟ شايف حد تاني لسه مقفول عليه في السلكات؟ طب نبعد بقى علشان ما نكونش احنا اللي حايشينهم من الخروج. ادى السلكات كلها قدام، مفيش سلكه دلوقتي مقفول عليها. كل باب السلكات اللي فيها حمام مفتوح ما عدا برعي. وبرعي كده كده بخرج هو ومراته، بس معلش نسيناه. ادى برعي ومراته. خلاص بقى حق برعي، ما هي خربانه بقى. ادى برعي ومراته، وادى كل الهزازات، وادى اللواحم. اللواحم مش طايره، خلي بالك اهو. اتفرج على الاحترام، اتفرج على الجمال، اتفرج على المخاطر. عايزين ايه؟ عايزين اكل، انزلوا لي كلوا هنا. خلي بالك الهزازات دي لو خرجت انا ما اعرفهمش من بعض، لان كلهم شكل بعض. بس مش مشكله، انا النهارده طالع، بص طالع مش نواه خير خالص. انا النهارده طالع ناوي تغيير في كل حاجه بقى. وانتوا يعني انت بقى ما شاء الله عليك يا ست، ربنا يبارك لك يا رب، ويعني وربنا يحفظ لكم المولود. بس هي مش ما كانش النهارده يعني، بس مش مشكله. انتوا واقفين مستنين انتوا كمان. طب انتوا خاطر معاكم ايه؟ دول خاطرنا معاهم باللي احنا فتحنا عليهم كلهم زي ما انت شايف كده. انتوا بقى خاطر مع انتوا خشوا لهم بقى، انتوا خشوا لهم. يبقى النهارده لحظه الزيارات ما بين ده وما بين ده. الحمام ده شكله محترم ولا ايه؟ الحمام كله واقف زي ما انت شايف كده، الا ما في فرد حتى بس فكر ان هو يخرج بره السلكه بتاعته. ده ندل على شقفه، ده بيدل على حسن التربيه بتاعتي. علشان كده انت لازم تحط حمامك في اختبار صعب، وتحط نفسك انت كمان في اختبار اصعب. وانا بيتهيألي ما كانش في اصعب النهارده من الاختبار اللي انا عملته ده، اللي هو انا اديت الحريه لكل الحمام، واللي عايز يقعد معاه ويكمل يقعد، واللي عايز يمشي يمشي. وخير لما جعله خير كده. شكل الحمام بتاعنا ده طمر فيه، وكلهم باين ناويين يقعدوا. علشان كده انا هكافئهم واحط لهم الاكل بتاعهم، ولكن هم لسه مفتوح عليهم برضه. هروح نحط الاكل بتاعهم مع بعض، وزي ما انت شايف كده مش هوقف لك الفيديو علشان ما تقولش ان انا قفلت ورحت جبت الاكل وجيت فتحت، علشان في ناس كده دماغها بتوديها في حته بعيده، فانا خايف عليك من دماغك. عشان كده مش هقفل وخليك معايا لحظه بلحظه. تعال
انا ماشي اهو، اظن مش هتكسفوني يعني. فين يا عم البتاع بتاعت الاك؟ ادي مخزن العلف بتاعنا. وده شكرت الكلفه، شكرت الكلفه اللي مش هتعمر معانا قريب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حق لو رجعنا ما لقيناش اي حمام هناك. يا نهار ابيض، ده انا هلم من المتابعين عشان اجيب حمام. انا عامل كل ده علشان مين؟ ما انا بثبت ان انا بخاطر قدامكم. لما يجي بقى الحمام كله يمشي كده قدامكم برضه يبقى انا لازم تقف في ظهرك. بس بس اوعى اوعى حتى خرج يا ابني انت وهو كلكم قد الثقه ان شاء الله. مفيش غير الواد التركي، الواد التركي ده ما خرجش من زمان، اللي هو جوز الارضيان. بص ماشي 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 زي بعض زي بعض. حمام البلدي وبتدلع علينا قدامه عشان يعرفوا برضو معنى الوفاء زي بعض. حاجه خاصه قوي قوي بقى لاخويا شاكوش النهارده بسبب، بص شوف هي شرفتك خلاص، دي بتاعت اخويا شاكوش يا جدعان. لو ما كانش متابع معانا اليوم اللي نزلنا في القاهره فهو ما رضاش يمشينا كده ايدنا فاضيه وادينا ديت هديه، وهي ست بتحافظ على نفسها وبتحافظ على بيتها. فاخويا شاكوش هي صاينه بيتها وصاينه تجارها، بس الظاهر ان هي مش عارفاني بين او تقريبا عشان انا جبت سيرتك فهي منحازه ليك دلوقتي، وما بدخل ايدي ما بتسيبنيش. ولكن ما شاء الله تسلم تربيتك يا حبيب قلبي. انا لسه ماكلها اهو برضه، لا خلي بالك انا بعطف عليها كتير يعني. كل يوم كل يوم انت ايه لسه بيضه، عايزه غزه عايزه غزه. الست تعتبر في مرحله ولاده. عقبال البيضه الثانيه يا رب يا رب ارزقها يا رب يا رب ارزقها يا رب. حمامنا باظ حمامنا باظ يا رب. مين تاني مين تاني يا ابني مين تاني يا ابني لسه ما كان هو على الحلب يعني. مين تاني يا ابني لسه ما كانش يا ابني. اعمل معاكوا ايه تاني يا ابني؟ نقفل السلكات من مكانها بس ولا نعمل ايه؟ اخويا شاكوش النتايه بتاعتك شكلها مش اصيله كده، وشكلها حميت لك وهترجع لك زي ما انت شايف كده. معانا الحمام بدا يتجول بره، وتقريبا كده التجربه بتاعتنا هتبقى مش عارف، ربنا يستر علينا في الاخر. اتفرج معايا على المنظر كده، مجرد ما دخلت بس غسلت ايدي زي ما انت شايف كده رجعت لقيت المنظر اللي انت شايفه ده. ولكن انا واثق في الحمام بتاعي، واثق ان الفتره اللي هم قعدوها معانا ديت مش هيخلوا بينا ان شاء الله. الفكره كلها بس ان الجو هوا دلوقتي، وان ديت ما بتعرفش تطير او ما بتعرفش تملك نفسها في الجو، فهي مجرد لو رفعت طبعا هتجرينا وراها على بقيه البيوت اللي حوالينا ديت. وهيبقى يوم النهارده تقريبا كده ربنا يستر علينا النهارده، هيبقى يوم شكله طويل علينا. الحساسات بدات تنزل على الارض زي ما انت شايف كده، ولكن انا عاجبني شكل الحمام. سيبك انت وما عليك من ان احنا دلوقتي بنخاطر شويه بالحمام، وان اللي طلعت دي ممكن تجرينا وراها او ممكن ما نشوفهاش تاني، الا انا برضو عاجبني الشكل اللي انت شايفه ده. وبرضو مش هرجع في كلامه، وهنخاطر مع بعض لحد اخر دقيقه في الفيديو. الهزازات بدات تنزل عندك هات، وشكلها حلو وسط البلديات، حتى خلي الحمام بتاعنا يتعرف على بعضه. انزلي يا اما انزلي الله يهديك يا اما انزلي انزلي يا اما. انت لسه جايبه بيضه يعني مش هيبقى النهارده بيض وبكره مش لا انزلي، هتبقي سايبه لنا حاجه من ريحتك وهتمشي. ما اقدرش، وانت علشان برضه مش تبعنا فانا لازم احافظ عليك، عشان انت دلوقتي يعني انت تبع راجل غالي على قلبي شويه، فانا ما اقدرش ان انا افرط فيك كده وخلاص. فعلشان كده انا هعمل معاه حركه حلوه دلوقتي وهروح نجيب لها شويه اكل، رغم ان الاكل كده يجب خسارة عنا بس مش بقى. لا بور لا برعي انا الحقها منين ولا منين برعي ده بقى لكل الناس اللي قالت لك برعي علشان عايز يسيب مش حابب الحبسه فانت نقله. هو برعي الوقت كان فاكر ان دي العين بتاعته عشان كده داخل بيتشكل مع الست دي، هي دي العين بتاعتك. هنجيب شويه اكل للست اللي فوق ديت اللي لسه فوق الايد نيتك، حاولي بس تثبتي على المبدا لحد ما اروح اجيب لك اكل واجي. يلا يا باشا شويه البلديات اجمع عندي هنا، يلا انزلي لهم يلا. والله انا خايف عليك وانت بتنزلي لهم يلا. حجمها كبير ما شاء الله، الجناح بتاعها مساحته اكبر شويه، في نفس الوقت ما بتعرفش تملك نفسها. ممكن وهي نازله كده الهواء يقابلها يقوم رافعها مطلعها فوق تاني. استعاني بالله يا نهار. شوف 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 ده اللي بقول لك عليه، ده اللي بقول لك عليه، ده اللي انا خايف منه. راحت فين؟ ايه اللي وداك بعيد قوي كده؟ تعالي هنا. من غير رافع مش هتسلك مع الهوا انت. واحده 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 واحده. المشكله اللي هو الرافع بتاعها ده، من غير رفع بس اهم حاجه، اهم حاجه من غير رفع. على الهادي على الهادي عشان وسطكم هزازات على الهادي. طيب بص انا لحد هنا كده عشان اللواحم لو اتلخبطت مع اللواحم الثانيه انا مش هقدر ان انا اسيطر عليهم ولا اعرف، عشان اللواحم برضه هنا بدات تبيض، فاللواحم بس هي اللي هكتفي ان انا اقفل عليها.
عندك اللوحه من هنا اهي بس كده. اهم حاجه دلوقتي عندي هي اللوحه. تاني حاجه عندك، فانت في عندك اتنين هزازات على الارض مش شايف منهم غير واحد، ربنا يستر على الباقي. ده معاك حته هزازه اهي، الحته الهزازه التانيه فين بقى؟ هو النهارده بص هي شكل كده النهارده نهايه الحمام بتاعي دي. انت بتجيب نهايه الحمام ده النهارده لسه في حته هزازه، حته هزازه ما تشقيناش، حته هزازه الحمد لله. شوف بقى هي ده حلاوه بقى، القلب بدا يدق بقى، القلب بدا يدق في حته هزازه دخلت العين بتاعتها والحته التانيه. تعالي بقى علشان الهواء شديد فاحنا برضو مش هنرمي الحاجه بتاعتنا على الارض. ده كمان الهزازات بيتنازلوا عن المبدا بتاعهم وكفايه قوي عليهم لحد كده، لان انا قلبي بدا يدق لما ما لقيتش الحته الهزازه التانيه. كفايه علينا اول حته اللي هي متسوحه فوق ديت، ولحد هنا نقدر نقول ايه كان في هنا بقى غزلة واحم، ولكن دول طيارين في البرج عادي بس انا مش هعرفهم دلوقتي. هما كده كده ما كانوش عايزين البرج فدول هنسيبهم. هتلاقي الواد ده منهم ولا حاجه او الواد اللي فوق ده منهم عشان شكله نضيف. طبعا اللي في البرج ما بقوش نضاف بس مش موضوعنا دلوقتي، سيبك من دول كده. ما عادش تركيزنا دلوقتي غير على الحته اللي هي فوق ديت اللي هي مش عارفه تيجي الست الغريبه طبعا اللي لازم نحافظ عليها. واقفه معاهم هي فوق هي، ولكن مشكله الهواء برضه. فهنضطر ان احنا نضحي لها تاني بشويه كلفه تاني. مش انت بقى اللي عامل لي فيها مش عارف ابراهيم الابيض وطلعت خاطر لي عند الحمام؟ يلا بقى ربنا يسترها على شكاره الكلفه النهارده. شكاره الكلفه النهارده تقريبا كده مش هتكمل معانا، هتبقى هي ضحيه الفرد ديت، ويا ريت تيجي بس في الاخر يعني. يعني يا ريت كل الكلفه اللي عمالين نستهلكها ديت ما تروحش مننا على الفاضي. زقها هلا زقها هلا بلدي هلا يا بنت اسمعي الكلام انزلي بقى. يا فرج الله يا فرج الله بس لا 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 هترفع تاني هترفع تاني هترفع تاني، مش هسيبك تضيع من ايدي تاني. وبس كده يا جدعان كانت هي دي تجربه النهارده، تجربه غريبه شويه والتجربه يعتبر فيها انك يعني ممكن كنت تفقد الحمام بتاعك ده كله، ولكن زي ما قلت لك كده هي الحياه مخاطره. فانا النهارده كنت طالع ونوى خاطر والحمد لله خاطرنا وطارت وخوفتنا عليها وفضلنا مستنيينها وجبناها. هي بص اللذه بتاعت الحمام دي بقى، عارف لما تكون جايب حمام جديد كده وبتطيره وبعد كده اللي هو انت بتطيره لاول مره، طب هيثبت مش هيثبت، طب الحمام هيعمل ايه، طب الكلام ده كله. هي دقه القلب دي بقى لما الفرد يرفع منك في الجو كده وانت تكون قاعد مستني، طب هينزل مش هينزل، طب يا رب، طب تقعد تدعي. هو الكلام ده هو الكلام ده اللي انا وصلت له النهارده والحمد لله. ولكن تقريبا كده انا مش هجرب التجربه دي تاني، احنا عندنا يعني كم حته زي دي يعني بص لا مش هينفع برضه الست غريبه عننا لازم نحافظ عليها. هي جت فيها هي بقى بس مش مقصوده خشخوش والله، هي جت فيها هي بقى، هي قالت لك ان الباب مفتوح فانا قلبي حامي شويه بقى ومش هينفع اقعد كده زي بقيه الحمام، قالت لك ان انا ايه اخضه عليها شويه. هي فعلا قدرت تخضني خصوصا ان هي كانت لسه جايبه بيضه ما شاء الله. الواد ده كرها راجل محترم رغم ان هي كانت ضايعه او الكلام زي كده، الا ان هو برده ما سابش البيض في عز الساقعه ديت، كان نايم على البيض بتاعها. فما شاء الله يعني ما شاء الله انا عرفت اربي وانت عرفت تربي، فما بالك بقى ان اتنين متربيين يتجوزوا بعض. فان شاء الله انا متحمس للخلفه بتاعتهم، وان شاء الله يكون حاجه كده، انا متشوق انا نتقابل ان شاء الله لما الخلفه بتاعتهم تطلع ونشوف شكلها يكون عامل ازاي. يلا السلام عليكم، لايك للفيديو واشتراك في القناه لو عايزني نعمل اي حاجه زي ما قلت لك، اكتب لي في الكومنتات، خش بص على الكومنتات بتاعتكم. السلام.